السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سفير المرزوقي من قناة سفير المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. كما ولبتكم دائما كنجيكم بمواضيع اللي هي مهمة للمهاجرين واللي تقدر يعني تنور المهاجرين في إسبانيا بصفة عامة. واليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي يعني كنت هضرت عليه سابقا ولكن شحال هذه وما خداش يعني حقه في المشاهدة، فجيت نشرحه لكم يعني بالتفاصيل من بعد ما كنت في واحد المباشر وطلبوه مني يعني الإخوان، هضرت عليه في المباشر وطلبوا مني الاخوان وقالوا لي عاود هضرنا على هذا الموضوع، فقررت اليوم نجي نعاود نهضر عليه. هذا الموضوع كيخص يعني ما يسمى بقانون الفرصه الثانيه في اسبانيا. اذا كنت كيهمك هذا الموضوع وبغيت تعرف كل التفاصيل خليك معنا حتى الاخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان، وبطبيعه الحال مزيان الانسان يعرف الحقوق ديالو ويعرف الواجبات ديالو في الدوله اللي كيعيش فيها بصفه عامه. وكما ولفتكم دائما كنجي كنهضر لكم على الحقوق ديالكم وفي نفس الوقت كنهضر لكم على الواجبات اللي خصكم تحترموا باش يمكن لكم تمتعوا بهذه الحقوق وما تحرموش منها. بزاف ديال الناس عارفين هذا الامر، هذا ان في سنه 2008 بزاف ديال الناس كانت عندهم ايبوتيكات، كانوا عندهم كريديات، فلقاو راسهم ما قادرينش يخلصوا من الكريديات، ولا بسبب هذه الازمه هذه لقاو راسهم يعني يلاه عندهم واحد الانسان اللي كان كيتخلص واحد 2000 3000 اورو في الشهر هو اللي يتخلص 700 600 اورو في الشهر، فما بقاش قادر يعيش في نفس النيفيل دي فيدا اللي كان عايش فيه من قبل. وحنا دابا حاليا مقبلين على ازمه ونتمنوا يعني ما تكونش بهذه الحده اللي كانت في 2008 وما يوصلوش الانسان يدوز يعني من اللي كان كيتخلص 2000 3000 اورو في الشهر يدوز يتخلص 600 700 اورو في الشهر. طبيعه الحال من بعد داك الازمه ديال 2008 بزاف ديال الناس اللي عانات مع الابناك بالاخص، والابناك الناس اللي كانت عندهم يعني منازل، الناس اللي كانت عندهم يعني كانوا واخدين قروض باش ياخذوا المنزل ديالهم، فالاغلبيه ديالهم تعرضوا لما يسمى بالديساوسيو، يعني البنك جا حجز لهم على السكن ديالهم وما كفاهمش انه يحجز لهم على السكن ديالهم، فبقى متابعهم بالديون وبالمصاريف ديال الديون وبزاف ديال الامور، وبقى يعني الانسان دخل في واحد الحاله هستيريه. بزاف ديال الناس، انا ما كنهضرش على المهاجرين كنهضر بصفه عامه المواطنين ديال اسبانيا، بزاف منهم اللي تعرضوا للانتحار، بزاف منهم اللي تعرضوا لبزاف ديال الامور اللي كانت يعني خايبه هنا في اسبانيا. فتماك بدات الدوله الاسبانيه كتفكر في هذا القانون هذا، هذا القانون هذا كان مفعل في اسبانيا منذ قديم، يعني ماشي عاد دابا تفعل، فبقاو كيفكروا انه يطبقوه. هو كان مفعل في اسبانيا على حساب الاوتونوموس والشركات الكبرى، هما اللي كان عندهم الحق في هذا القانون هذا. فمن بعد ذاك الازمه نتاع 2008 ومن بعد الانتحارات اللي انتحروا الناس وبزاف ديال الامور، لان بقات الضغوط ديال الديون كتتابعهم، فالانسان يعني ما بقاش مرتاح في حياته بزاف ديال الامور، فقررت الدوله الاسبانيه تفكر انها تفعل هذا القانون. يعني وماشي غير الدوله الاسبانيه، حتى بزاف ديال الجمعيات الحقوقيه كانت كطالب بهذا القانون انه يتفعل ماشي فقط للشركات والرؤوس الاموال، بل يتفعل حتى على الافراد، على الاشخاص يعني كاملين اللي عايشين في اسبانيا بصفه عامه. وفي 2015 بالضبط الحكومه ديال رافوي قررت انها تاع البيبي فاش كان الحاكم رافوي قررت انها تفعل هذا القانون سنه 2015، قررت انها تفعل هذا القانون حتى على لاس بيرسوناس فيزيكاس، على الناس، على الافراد والاشخاص العاديين اللي عندهم قروض مع الابناك. بطبيعه الحال القروض الخاصه، كنهضروش على يعني المولتاس، وما كنهضروش على اسيندا، وما كنهضروش على الامور هذيك الشيء تاع الدوله كيبقى خصو يتخلص سي وسي، هنا كنهضرو على القروض الخاصة. كاين بزاف ديال الشروط يعني باش يمكن لك تخضع على هذا القانون هذا، هي هذه اللي غادي نهضر لكم عليها دابا. بطبيعة الحال غادي تشوفوا إشهارات بزاف ديال المحامون كيقول لك قانون الفرصة الثانية، أجي ندير ليك نفعل ليك نحيد لك الديون ديالك كاملة، ولكن ما كيقولكش شنو هي الأمور اللي خصك تدوز منها، لأنه هو ما مصالحوش يوريك شنو هي الطريق اللي خصك تدوز منها. هو فقط كيقول لك انا غادي نحيد لك مثلا الديون، شحال عندك ديال الديون؟ كتقول له عندي مثلا 40000 اورو، يعني اللي كتسني مثلا واحد لانتيداد فينانسييرا، واحد البنكة، واحد كتسالها لي شركه بنكة، اي حاجه تكون خاصه ما تكونش عموميه ما تكونش ديال الدوله. فكيقول لك مثلا غنتخلص منك 10%، 40000 اورو غنتخلص منك 4000 اورو غادي نحيدها لك. هادشي اللي كيقول لك القانون كاين ومفعل منذ سنه 2015، ولكن شنو هي الامور اللي خصك تعرف باش يمكن لك تخضع لهذا القانون هذا؟ لان بزاف ديال الناس غيقول لك صافي انا عندي 40000 اورو غادي نمشي نطلب هذا القانون هذا ونحيدها عليا وصافي وسالينا. كون كانت بهذه السهوله هذه كون كلشي طلبوها، كون كاع الناس خداو القرض ومشاو طلبوها وسالينا. بطبيعه الحال ما يمكنش تكون بهذه الطريقه هذه، فلهذا خصني نشرح لكم شنو هي اهم الشروط
اللي خصها توفر فيك باش يمكن لك تخضع لهذا القانون، وشنو هي المراحل اللي خصك تدوز منها باش يمكن لك تصفي الديون ديالك تماما في الدوله الاسبانيه. اول شيء خصك تعرف هو ان مادام انت باغي تخضع لهذا القانون هذا، هو انك انت ما عندك حتى شي حاجه، يعني ما عندكش، عندك فقط الخلصه ديالك باش كتعيش وسالينا، ما عندك طوموبيل، ما عندك دار، ما عندك حتى شي حاجه. هذه اول حاجه خصك تعرفها. ويلا كنتي عندك طوموبيل وعندك الدار وعندك الشالي وعندك ما عرفت شنو، هاد الاملاك كامله خصك تعرف بانك كتريسكي بها الا كنتي باغي تطلب هذا القانون ديال الفرصه الثانيه. كيفاش غتريسكي بها؟ من بين الشروط ديال القانون ديال الفرصه الثانيه، اول حاجه هو انك هذا القانون هذا كيتطلب مره في كل 10 سنين، ما يمكنكش تطلبو دابا والعام الجاي تعاود تطلبو والعام اللي موراه تعاود تطلبو والعام اللي موراه تعاود تطلبو. اول حاجه هذا اول شروط، كل 10 سنين يمكن لك تطلب قانون الفرصه الثانيه. الشرط الثاني هو انك تكون يعني عندك لا انيسياتيفا باش تخلص، ماشي غير بغيت القانون ديال الفرصه الثانيه نمشي نطلبو، خصك انت تكون عندك الاراده باش تخلص يعني الفلوس ديالك. شنو علاش كيفاش غتبين بان عندك الاراده؟ انت اولا فاش كتجي تطلب داك القانون ديال الفرصه الثانيه كيشوفوا شنو عندك من البيانيس، من الاملاك، الاملاك ديالك، عندك دار، عندك طوموبيل، عندك هذه، عندك هذه. لنفرض حنا سيدي عندك 200000 الاورو ديال الكريدي، كنتي داير واحد الشركه وداك الشركه فراكاسات وبقيتي الله كريم وبقات تبعك 200000 ديال الاورو، وبقيتي انت كبيرسونا فيزيكا. دابا انا كنهضر ما نهضرش على رؤوس على الشركات، نهضر بيرسونا فيزيكا. بقات عندك 200000 الاورو ديال الكريدي. هنا في هذه الحاله هذه داك 200000 الاورو ديال الكريدي انت بغيتي تحيدها، بغيتي تحيدها، فغادي تشوف كيفاش غادي دير تحيدها. اول شيء الدوله شنو غادي تشوف لك؟ غتشوف شنو عندك، يعني فاش غادي تطلب القانون ديال الفرصه الثانيه غتشوف شنو هي الاملاك اللي عندك، عندك دار، عندك طوموبيل، عندك هذه، غيحاولوا يبيعوا لك دوك الاملاك هذه كامله عاد يدوزوا يطبقوا لك القانون ديال الفرصه الثانيه. هذا الشيء اللي خصك تعرف، يعني شكون هما الناس اللي اكثر استفاده من هذا القانون وما الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه. الناس اللي عنده غير كريدي ما عندوش الاملاك، واحد الشخص اللي عنده غير كريديات، كريديات تقلوه صافي وقال الله الله كريم، انا ما عنديش، انا كنتخلص مثلا 1000 الاورو في الشهر ولا 950 الاورو في الشهر وعندي 40000 الاورو ديال الكريدي كتسني. هادو هما الناس اللي غادي يكونوا يعني مستفيدين 100% من هذا القانون. غادي ندوزو دابا نشوفوا الشروط باش يطبق هذا القانون. اول شيء المحامي شنو كيخصو يدير؟ المحامي اللي كتبان ضروري خصك الا بغيتي تخضع لهذا القانون تمشي عند محامي، لان ما تقدرش تخضع ليه بوحدك. تقدر تختار محامي الدوله حتى هو يقدر يطبق لك هذا القانون. بطبيعه الحال الا كنتي ما عندكش فلوس وطلبوا منك، لانه هما كيطلبوا المحامون كيطلبوا واحد القدر ديال الفلوس اللي هو طالع بزاف، ففي هذه الحاله هذه تقدر تمشي لمحامي الدوله وتطلبوا على هذا القانون هذا وتقول له ودي انا راه ما عندي حتى شي حاجه، انا والله كريم والديون هلكتني وبغيت نحايد من هذا الشيء هذا كامل، وغادي نزيد نشرح لكم التفاصيل. اول شيء المحامي اش كيدير؟ كيجمع كاع الديون اللي عندك، لان خصكم تعرفوا كاين بزاف ديال الناس اللي كان كيشد ترخيطات ديال كريديتو، كيشد بريستاموس، كيشد ما عرفت شنو، كيتاكمولا على داك الشيء. ترخيطات ديال كريديتو كتسالو 3000، بريستامو كيتسالو 10000، ما عرفت شنو، بريستامو بنك اخرى كيتسالو 20000. هادي هو اول حاجه كيخصو يجمع الديون ديالك كامله ويشوف منين جايه المنابع ديال داك الديون. كيتسالو كاريفور، كيتسالو الكامبو، كيتسالو سميتو ميديا مارك، كتسالو البنكا، كتسالو ما عرفت شنو، كيجمع لك هادشي كامل وكيشوف شكون هما المنابع ديال الديون. اول خطوه كيدير هو كيتواصل مع داك، لان هذا شرط في القانون، ما يمكنش نجي نطبق القانون ديال الفرصه الثانيه بلا ما نخضع لهذا الشرط الاساسي. هو شنو؟ هو محاوله الصلح، يعني باش كتبين لا انيسياتيفا ولا الاراده في دفع الدين، ماشي انايا ما بغيتش نخلص صافي ما بغيتش نخلص، تكون عندك واحد الاراده في داك انك تدفع لذاك الدين. هذا اول شرط. اش كيدير المحامي؟ كيشوف هاد لا سينتيدايز كاملين، كيراسلهم بايميل ولا بشي حاجه اوفيسيال، ولا بفاكس ولا بشي حاجه اوفيسيال، كيراسلهم كيقول لهم انا موكل ديال فلان فلاني برقم البطاقه الوطنيه كذا كذا كذا، انا كنطلب منكم يعني نوصلوا الحل في هاد الديون. اون فوا كيوصلهم داك الاشعار للابناك ولا لا سينتيداليس فيناسييراس كيما بغات تكون، كيوصلهم داك الاشعار من عندك المحامي، كيعرفوك بانك بغيتي فقتي وبغيتي تخضع للقانون الفرصه الثانيه. هما كيحاولوا ما امكن يخرجوا منك اكثر شيء، هما كيعرفوا لا سيتواسيون ديالك صعيبه، فما غاديش تقدر تخلص، الدوله ما غاديش اوبليجي. هادشي علاش هما كيبقاو كيشوفوا يعني واحد الحل. فكاين بعض منهم اللي كيجاوب وكاين بعض منهم اللي ما كيجاوبش كاع، كيتوصل
ذاك الاشعار كيسقر، لان عارف بان في الاول في الاخر غيخرج هو خاسر. ملي كيبداو يجاوبوا ذاك الانتيدايس فينانسيراس، شي كيقول لك واخا نتفاهموا، الا قال لك نتفاهموا مثلا انت كيبقى لك الاختيار، انت مثلا عندك مع واحد الانتداب فينانسيرا 10000 الاورو كتسالها لك، داك 10000 الاورو انت كتخلص مثلا 1000 الاورو في الشهر، كيقولوا لك شحال قد تخلص، كتقول لهم مثلا انا ما نقدرش نخلص اكثر من 40 الاورو في الشهر، ما كيبقاش قدامهم شي وماشي غير 40 الاورو، كتقول لهم مثلا داك 10000 الاورو انا ما غنقدرش نخلصها كامله، انا مثلا غنخلص لكم منها واحد ال 10%، غنخلص لكم منها 10% وغادي نخلصها لكم ب 40 الاورو في الشهر. بغيتو تبارك الله، هذا هو الاقتراح ديالي، بغيتو تبارك الله، ما بغيتوش تبارك الله، هادشي هذا كامل كيتكلف به المحامي، هو اللي كيقترحوا على هذه، يعني بحد ذاتها كتبين يعني لا انيسياتيف انك تخلص. كيقول لهم انا عندي الموكل ديالي كيقول غيخلص 1000 الاورو من داك 10000 الاورو مثلا، وغادي يخلصها ب 40 الاورو كل شهر. قبلتو تبارك الله، ما قبلتوش تبارك الله، الا شافوا راسهم غيخسروا هذه كيقول لك واخا قبلنا اللهم داك 1000 الاورو ولا والو، كيبقى يخلص لهم داك تما. في هذه الحاله هذه كتكون مجبر باش تخلص لهم داك 40 الاورو، الا قال لك لا هذه كتكون يعني داخله في لا سيغوندا اوبورتونيتاد، غادي تمشي في الملف. انتداب اخرى نفس الشيء، الا واحد منهم قال لك لا خصك تخلصوا وتخلصوا داك الشيء اللي اقترحتي عليه، فالى الى كلهم قالوا لك لا، داك الديون كامله كتجمع وكيمشي يتقدم بواحد الطلب للمحكمه المحامي باش تطبق القانون ديال لا سيغوندا اوبورتونيتاد. غالبا في غالب الاحيان كيطبق القانون الا كنتي دزتي من هذه المراحل اللي قلت لك، يعني هذه المراحل هذه، ولكن كاين واحد الشرط، الا كنتي عندك مشكل مع اسيندا، يعني كتسالك اسيندا شي دين ولا عندك شي حاجه ما خلصتيهاش مع اسيندا ولا في دار الضرائب ولا، ما يمكنلكش تستعمل هذا القانون، يعني انت خاسر من الديبار. يعني باش تستعمل هذا القانون هذا خصك اول حاجه تكون فيسكالمنتي ليمبيو مع الدوله، وما يكون عندك حتى شي ضريبه وحتى شي حاجه اللي تخليك انك توصل وما تطبقش هذا القانون، انك تحرم من هذا القانون الا كان عندك ديون مع الدوله. فلهذا يعني الناس اللي يقدروا يخدعوا هذا القانون، ما يكونش عندكم ضرائب مع الدوله، ما يكونش عندكم ديون، ما يكونش عندكم شي حاجه مع الدوله، وداك الساعه تمشي تستعمل هذا القانون، وإلا دزتي من هاد المراحل كاملة اللي قلت لك دابا، غالبا غالبا كيتقبل لك الطلب ديالك وكيتعطى لك كيتمنح لك القانون الفرصة الثانية. بطبيعة الحال هاد الفيديو هذا درتو تحت الطلب ديال بزاف ديال الإخوان في القناة اللي خلاو لي التعليق ديالهم وقالوا لي شرحنا هاد القانون هذا، فإلا كانوا كيعجبوكم هاد النوع من الفيديوهات وهاد النوع من النصائح خليو لي التعليق ديالكم وطلبوا مني، وأنا إن شاء الله بإذن الله كل مره غادي ندير لكم فيديو فيه نصيحه ومعلومه اللي غادي تنفعكم بزاف. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي، مساعد المواطنين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر وموضوع اخر تكون في احسن الاحوال. السلام عليكم.